محمد انا عايز اعرف ايه الفكره اللي انت قدمتها بالظبط لشركه كريم. طيب هو باختصار كده يعني هو كان مش فكره معينه، كان اكتر من فكره. الموضوع كله ان انا كان في شهر 9/2016 بالظبط، كان باشمهندس وائل الفخراني بدا مشواره مع كريم. انا كان عاجبني الابروتش اللي هم شغالين بيه والافكار اللي هم شغالين بيها بشكل كبير، ومن خلال كده كنت بتمنى اكون جزء من كريم، اطور مع التيم اللي هناك. وبالفعل رحت ايفنت اسمه ناريتيف سامت عشان اقابل باشمهندس وائل الفخراني، وقابلته الحمد لله، وكان مشكورا ان هو عارف يوصلني بشخص، وصلني بحد عملت معاه انترفيو جوه كريم. والشخص ده قابلته بعديها بيومين بالظبط، قعدنا في انترفيو لمده ساعتين، قال لي ايه الافكار اللي ممكن من خلالها نطور بيها كريم. فكنا بنتكلم في حاجات كتير جدا، من ضمنها فكره كنا بنتكلم فيها ان احنا ازاي نطور النقل في مصر، قصه النقل الجماعي بالذات. فانا كان عندي فكره ان احنا ساعتها نخلي النقل الجماعي عن طريق شركات السياحه، ازاي نستفيد بشركات السياحه ونستفيد باوتوبيساتها اللي هي مركونه مش شغاله في الوقت ده، ونعرف ندخلها في الجزء بتاع النقل الجماعي من خلال خدمه نوفرها بشكل كويس جدا للناس، والخدمه دي تكون بسعر اقل بكتير من سعر الملاكي، وفي نفس الوقت تبقى حلينا مشكله في قطاع النقل السياحي وحلينا مشكله بالنسبه للعميل. ودي تبقى فكره المفروض ان هي مختلفه للسوق المصري في الوقت زي ده. امتى عرفت ان كريم سرقت فكرتك ونفذتها وخدتها لنفسها؟ انا بس ما ذكرتش ساعتها كلمه سرقه او ان هم سرقوا الفكره، على قد ما انا سردت الاحداث. انا يعني اللي اتكلمت فيه المنطق بتاع الاحداث. دلوقتي انا اتقابلت الشخص ده يوم 8 يوم حوالي يوم كام يوم 30/9 يوم 30/9 بعد الايفنت على ناريتيف سامت بيومين. 30/9 سنه كام؟ سنه 2016. 30/9/2016 قابلته وكلمنا في الفكره دي، وطلب مني ابعت له بروبوزل لفكره ثانيه كامل، وكانت هي الفكره بتاعه كوبريشن ما بين ماكدونالدز وما بين كريم. بعت له الفكره في يوم 6/10، انتظرت رد بعديها، قال لي طب هبص عليها وارد عليك. بعديها بيومين اتصلت بيه، على اول ما عرفت اوصل له الموضوع خد اسبوع، في الثاني في الثالث ما ردش عليا، لحد ما وصلنا شهر نوفمبر انه اختفى تماما، مش عارف اوصل له خالص. القصه فضلت لحد شهر 3 تقريبا، عقبال ما عرفت اوصل له بتصل بيه وببعت له مسجات كتير جدا وايميلات، وفي خلال الفتره مش عارف اعمل ايه. ايه اللي حصل؟ على شهر 3 كلمته من رقم غريب عشان اعرف ايه الاخبار، فطلب مني ابعت له الحاجه تاني، فقال لي طب هبص عليها. بص عليها وقال لي يا محمد بص، البروبوزل بتاع الفكره بتاع كريم وماك مش حلوه، وعامه الافكار اللي اتكلمنا فيها ما كانش عاجباه قوي. قلت له طب احنا اتكلمنا في فكره النقل الجماعي واتكلمنا في كذا وفي كذا وكذا. قال لي بصراحه يا محمد الافكار ما فيهاش يعني حاجه مختلفه ومش حلوه، يعني مش حلوه قوي. لحد دلوقتي بالمعطيات هي الفكره انا قلتها واللي قلتها اتنفذت. ده ملخص الموضوع. الفكره بقى الثانيه، ودي كانت بقى يعني زي ما بيقولوا القشه التي قصم من ظهر البعير، ان انا من اسبوع بالظبط او من 8 ايام لقيت خبر ان في عرض ما بين كريم وما بين كنتاكي، تركب رحلتين تاخد وجبه هديه من كنتاكي اسمها وجبه كريم. طب انا من اكتر من سنه بعت بروبوزل كامل لفكره تعاون ما بين ماكدونالدز وكريم، والموضوع مش مختلف ولا حاجه، الكونسبت واحد. انا بربط حاجه فاست فود وبربط حاجه ليها علاقه بالمواصلات، اللي هو الانسان الطبيعي بيعملها في يومه، بياكل وبيركب مواصلات. فلقيت نفس الكونسبت معمول، فساعتها انزعجت جدا. كلمت الشخص اللي هو باشمهندس وائل الفخراني، قال له قعده مع شخص تاني، وكلمت الشخص التاني اللي انا قعدت معاه قال لي افكاري وحشه. لا ده رد عليا، ده رد عليا، مع العلم ان هم ارقام تليفوناتي معاهم، وانا متاكد من المعلومه دي بنسبه 1000000% لاسباب يعني كلمته قبل كده كتير وشافوا رقم تليفوني وكانوا عارفين ده محمد عاطف بيتصل بيهم وكل الكلام ده. حاولت اتصل بيهم لمده 4-5 ايام، ما حدش بيرد، ما فيش حد بيعبرني خالص. فاضطريت في الاخر ان انا اعلن عن الموضوع كله. لو افترضنا ان هو تورط افكار، طيب يبقى انا كده ان افكاري تواردت مع كريم، والافكار دي كريم نفذتها واشترت فيها حاجات بملايين والكلام ده كله. يبقى هل ده معناه ان افكاري وحشه؟ طب وهل ده معناه ان شخص ما ينفعش اشتغل في كريم؟ طب هل ده معناه ان انا اقعد 5 شهور عشان اعرف رد على مقابله قعدناها، وبعد ما اقعد وعملت مجهود والكلام ده كله في الاخر نوصل للنقطه دي؟ انا في الاخر عايز اعرف رد، عايز اعرف حقي فين، ايا كان الافكار دي اتاخدت مني او توارد افكار، فانا حقي في ان انا قلت افكار كويسه راح فين كل الكلام ده؟